وإلى الأخبار العربية، النصر يقصو على الاتحاد بثلاثية ويواجه الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين. فاز فريق النصر السعودي على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت في الدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين تحت إدارة الحكم التشيكي بافل كرالوفيكا. سجل ثلاثية النصر شايع شرحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب في الدقائق 42 و62 و69، وأحرز للاتحاد سان مارتن في الدقيقة 93 ليحصل على تذكرة التأهل النهائي ليواجه الأهلي. القادسية الكويتي يجدد عقد الكرواتي داليبور خلال أيام. أكد خالد الفهد رئيس نادي القادسية الكويتية أن مجلس الإدارة قرر تجديد عقد المدرب الكرواتي داليبور على أن يتم توقيع على عقد في غضون أسبوع، وذلك عقب التتويج بلقب الدوري. وقال الفهد أن القادسية ملك البطولات واستحق اللقب عن جدارة، وأن كل لاعب بالفريق كان بطلا في تحدي الصعاب والظروف التي عاشها الفريق هذا الموسم، ووصف اللقب بالغالي لأنه حسم زعامة الألقاب المحلية لصالح الأصفر. رئيس الاتحاد الإماراتي الجديد يعد بتطوير وخدمة كرة القدم الإماراتية. وعد مروان بن غليط الرئيس الجديد لاتحاد الكرة الإماراتية أن يعمل جاهدا مع مجلسه لتطوير وخدمة الكرة الإماراتية، وتقدم بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة به، وشكر أيضا منافسه يوسف السركال رئيس الاتحاد السابق على ما قدمه مع أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية. كان مروان قد فاز أمس برئاسة اتحاد الكرة الإماراتية بعدما حصل على 19 صوتا مقابل 15 لمنافسه يوسف السركال. الجيش القطري يطير إلى جدة اليوم لمواجهة الأهلي أسيويا. تطير بعثة فريق الجيش القطري مساء اليوم إلى مدينة جدة استعدادا لمواجهة فريق الأهلي السعودي الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أسيا. فيما أغلق الجهاز الفني بقيادة الفرنسي صبري لاموشي ملف الاحتفالات بالتتويج الثاني بلقب كأس قطر بعد التغلب على الإخوية في المباراة النهائية الجمعة الماضية. اتحاد العاصمة بطلا للدوري الجزائري قبل نهايته بثلاث جولات. حقق نادي اتحاد العاصمة لقب دوري المحترفين الجزائري للمرة السابعة في تاريخه قبل ثلاث جولات على النهاية بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على جمعية وهران متديل الترتيب مساء أمس السبت، حيث يمتلك اتحاد العاصمة 55 نقطة من 27 مباراة، ويتساوى الثورة وشبيب القبائل في المركز الثاني برصيد 41 نقطة. بهذا اللقب عادل اتحاد العاصمة رصيد الألقاب مع وفاق الطيف ومولدية الجزائر بسبعة ألقاب، فيما يحتفظ شبيبة القبائل برقم القياسي بالتتويج 14 مرة. وبكده تكون انتهت أخبارنا العربية، هنروح لفاصل سريع ونبتدي معاكم أخبارنا العالمية.